اللي بيحصل في مصر هو حالة من حالات، وصدقني دون مبالغة، هو في تناغم. يعني لما بنيجي نتكلم على انه الاقتصاد المصري لازم يبقى واحد من اهم الاقتصادات اللي موجودة في العالم، مش بس توب 20، احنا نتمنى ان احنا نبقى من الجي 7 في يوم من الايام، او السبع الكبار في وقت من الاوقات، وانا اظنه قريب حتى في ظل الكورونا اللي حصلت والحرب الدائرة، هي بإذن الله سبحانه وتعالى جاية جاية. فكرة التناغم علشان تقدر توصل لده لازم يكون في عندك كمان منظومة تشريعية تتفق مع حلمك الكبير جدا انك انت تبقى واحد من ضمن السبعة الكبار على مستوى العالم. فتلاقي ان النهاردة مجلس النواب بيوافق على تعديلات على قانون غسل الأموال. معانا على التليفون صديق واخ كبير ده مما لا شك فيه، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سيادة النائب مصطفى سالم. أهلا 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 وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف، صديقي العزيز. حبيبي حبيبي يا أستاذ مصطفى، ربنا يخليك يا رب. معالي النائب، إحنا كنا عايزين نعرف إيه هي طبيعة التعديلات، ولو حتى بإيجاز، بس طبعا أنت يعني المسألة بالنسبة لك سهلة في الإسهاب وسهلة في الإيجاز. لا انا هاخد حق يا استاذ يوسف، طبعا انت اديت الحكومه حقها في المداخلات، فانا هاخد حق السلطه التشريعيه. ندي بقى السلطه التشريعيه حقها تلت ومتلت، احنا نقدر. يعني دعنا يا استاذ يوسف يعني نتحدث في الاول عن مفهوم مبسط لجريمه غسيل الاموال. يعني نحتاج في البدايه لشرح مبسط. هذه الجريمه ليس المستهدف بها فقط الاموال الناتجه عن تجاره الاثار والمخدرات والسلاح أو تجارة البشر، ولا المقصود بها فقط الأموال التي يتم إنفاقها على تمويل الإرهاب، ولكن الآن وحسب المعايير الدولية أصبحت أعم وأشمل، فهي تشمل كل ما تم الحصول عليه من معاملات غير شرعية، أو مال تم الحصول عليه حتى من معاملات شرعية لكن لم يتم الكشف عنه بدقة وشفافية للمختصين بتحصيل حق الدولة فيه. بكلا الحالتين يعني يريد صاحب المال إدماجه في القنوات الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية، سواء في صورة حسابات وودائع بنكية، عقارات، أصول منقولة، أو استخدامه نقدا في المجتمع، والذي يعني ما زال المجتمع لدينا يتعامل بمعاملات نقدية كبيرة على أوسع نطاق بخلاف الاتجاه العالمي للحد من المعاملات النقدية. لو طبقنا هذا التعريف صديقي العزيز بشكل دقيق، فإننا ببساطة سنجد أنه ينطبق أيضا على ما يطلق عليه الاقتصاد الموازي، والذي تقدره الحكومة المصرية بحوالي 45% من الاقتصاد المصري. هل يعقل يا أستاذ يوسف أن من يملكون نصف حجم اقتصادنا لا يدفعون ضرائب؟ قد تصل إلى حوالي تريليون جنيه سنويا، وليسوا مسجلين في أي سجلات، ولا يمكن إضافتهم للناتج القومي. السبب في ذلك أن أموالهم وأرباحهم من معاملات تلك الغير مرصودة والغير مسجلة، ويسهل عليهم إيداعها في الجهاز المصرفي بأوراق عرفية. يعني أنت النهاردة لو رحت تودع في بنك هيقول لك ده مصدر فلوسك إيه، هتقول له ان انا بايع مثلا عقار، هيقول لك هات لي المستند، هتعمل اي مستند عرفي وتقدمه للبنك، اللي هي العقود الابتدائيه يعني. بالظبط. كذلك يسهل عليهم شراء كافه انواع الاصول الثابته والمنقوله، وده بيمثل اكبر مجال لغسيل الاموال بمبالغ تصل يعني قد تصل لتريليونات سنويا. كلنا طبعا عايشين الايام دي يا استاذ يوسف ظاهره المستريحين، وشايفين الاموال الضخمه اللي بيتم تداولها بيعا وشراء بعيد عن رقابة الدولة، بعيد عن حماية المواطنين، ولا يدفعون عليها مليما واحدا للدولة. أيضا نشاهد يعني ظهور بعض الشخصيات كانت من أصحاب الدخول يعني الأوضاع المالية المتوسطة أو البسيطة، وفجأة يعني أصبحت لديهم ملايين، مئات الملايين، مليارات. يعني لابد أن يسألهم الجهاز المصرفي عن تداول هذه الأموال، يعني غرف التحقيق يتمهم يقوموا بتقديم إقرارات ضريبية سنوية بمعرفتهم وبخط يدهم، يحددون فيه حجم معاملاتهم وحجم أرباحهم، نطابق هذه الإقرارات وهذا الفائض السنوي مع حجم ثرواتهم للتحقق من مشروعيتها. هذه الأموال المشبوهة إذا تم غسيلها يعني بتصبح أداة مدمرة للمجتمع، بتفسد المنافسة الاقتصادية العادلة والشريفة،
وبتؤدي ايضا لهروب المستثمرين. هذه الاموال تفسد علينا ايضا المنافسه العادله في كل المجالات، في الاقتصاد، في الرياضه، في التجاره، تغذي المال السياسي احيانا لسوء الديمقراطيه. يعني علينا يا استاذ يوسف، يعني احنا النهارده كانت خطوه مهمه، وانا تحدثت في المجلس وقلت ان انا سعيد بهذه التعديلات، لكن هسعد اكتر لو يعني توسع وشمل مواد اكتر. يعني لازم يكون القانون اكثر صرامه في مواجهه غسيل الاموال. احنا نجحنا في، طب ما هو ده سؤال برضو يا سياده النائب، عايزها تتوسع اكتر لتشمل ايه على سبيل المثال؟ استاذ يوسف يعني زي ما تحدثت، يعني ان في رؤوس اموال لا تتناسب مع حجم الاعمال، لا تتناسب مع الاقرارات الضريبيه وحجم الاعمال المشروعه الموجوده. لابد من مساءله هذه رؤوس الاموال دي والتحقق من ثرواتهم. يعني احنا بنتكلم، احنا طوقنا التمويل الارهاب ونجحنا جدا في مكافحه تمويل الارهاب، وده على فكره اللي خلانا في مركز متقدم بين دول العالم. يعني التقرير بتاع مكافحه المنظمه الدوليه لمكافحه غسيل الاموال، وكان في تقرير بيطلع عن كل الدول ومصر عضو في هذه المنظمه. يعني تقدمنا بسبب نجاح الدوله المصريه في تطويق ومكافحه تمويل الارهاب. علينا أن نسعى أكثر، أن نتقدم أكثر في مكافحة غسيل الأموال. لابد أن يعني هناك 40 معيار دولي مرصودين ل يعني الحكم على مكافحة غسيل الأموال. لابد أن يعني ندرس ما جاء في التقرير، نتوسع في التعديلات التشريعية. أنا بناشد كل الجهات المعنية يا أستاذ يوسف من خلال يعني منصتك الكريمة، المجلس النواب، مجلس الوزراء، البنك المركزي، كل الخبراء والمتخصصين عليهم أن يستعينوا بتقارير منظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويطلعوا على المعايير لقياس مدى سلامة القوانين وإجراءات تداول الأموال، ويدرسوا التقرير الذي كتب عن مصر والأخذ بما جاء به في إجراء تعديلات تشريعية أخرى، ونتوسع اكتر في التشريعات. طيب ليه يا سياده النائب، يعني مش مطلوب ان احنا نعيد اختراع العجله من جديد، ولكن علينا ان ندرك يا استاذ يوسف حجم المشكله، وعلينا ان نستفيد من التجارب الدوليه في اعاده هيكله وصياغه القوانين المنظمه لتداول الاموال في مصر، سواء كانت ناجيه عن معاملات لافراد او اشخاص اعتباريين او هيئات ومنظمات. طب وليه ما توسعتوش في التعديلات اكتر من كده؟ يعني ايه الحائل؟ الحكومه تقدمت، يعني الحكومه تقدمت بمشروع قانون بتعديلات على القوانين السابقه. اول قانون صدر في هذا الشان سنه 2002، وتبعوا عده قوانين، يعني كان من اهمها اللي انا شايفه اللي صدر في 2015 الخاص بمكافحه الارهاب. يعني انا النهارده لما تحدثت وزملاء كثير خطبنا الحكومه ان هي تتوسع اكتر في عمليه التعديلات. كان النهارده في تعديل مهم جدا وحصل عليه نقاش ما بين الحكومه وبين بعض الزملاء، وهو الخاص بالفقره الثانيه من الماده الثانيه اللي بتتحدث انه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توفرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناجية عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل والخارج، أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع، أو إفساد الحياة السياسية في البلاد، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر. أنا شايف أن ده يعني تعديل مهم جدا، وكان من أهم الأهداف في فلسفة القانون، لأني سد يعني أو قفل ثغرة قانونية كانت موجودة، ثغرة تشريعية في القانون السابق. وتحدث السيد رئيس المجلس عن مدى قانونية ودستورية يعني هذه الفقرة، أيضا المادة الخاصة بتشكيل وحدة لمجلس أمناء في البنك المركزي برئاسه خبرة قضائية، وبيكون نواب يعني أعضاء في النائب العام ونائب محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة مستشارين مجلس الوزراء وممثل اتحاد البنوك وخبير في الشؤون الاقتصادية، ويعين مدير تنفيذ لهذه الوحدة. أنا شايف أن دي خطوة مهمة، التعديلات اللي حصلت النهاردة خطوة مهمة، لكن علينا أن نتبعها بخطوات أخرى يعني، ونتوسع في التعديلات لنصل إلى المعايير الدولية. ده ينطبق ويعني يتماشى مع الجمهورية الجديدة ومفهوم الجمهورية الجديدة لمصر، أن احنا نصل إلى العالمية وتطبيق المعايير العالمية
فيما يتعلق بشؤوننا داخل المجتمع المصري. أظن كده السلطة التشريعية والرقابية خدت حقها تلت وامتلت ولا إيه؟ أشكرك جدا سيادة النائب، أشكرك جدا سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وزي ما بقول لكم هي المسألة فيها فعلا تناغم.